سامح العزيز، أيمن العزيز، كاترين العزيزة. نحن نلتقي اليوم في إطار مجموعة ميونخ في ظل أوقات صعبة، وهذه هي الصياغة الوحيدة التي يلتقي فيها شركاء من أوروبا ومن الدول العربية في آن واحد لتناول مسائل تخص نزاع الشرق الأوسط. والآن تم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة، فإن مصر وأيضا الأردن هي دول جيران لهذه المنطقة، وبالتالي يتأثرون بشكل مباشر بالأحداث التي تحدث هناك. ولكن في نفس الوقت الأردن ومصر تلعبان دورا هاما في إطار تهدئة التصعيد في هذه المنطقة، فإن رؤيتهم وتقييمهم للموقف هناك هو غاية في الأهمية وله قيمة عالية بالنسبة لنا. نحن كألمان لدينا علاقات وثيقة في هذه المنطقة، لا سيما بسبب علاقتنا المميزة لدولة إسرائيل. نحن الآن في شهر مايو أيار، ولكن في نفس الوقت في بداية هذا العام وحتى الآن حصد هذا النزاع العديد والعديد من الأرواح. وفي الأيام الماضية وحدها حصد هذا النزاع العشرات من الأرواح في قطاع غزة، منهم أيضا المدنيين والأطفال، وأيضا عشرات الآلاف من العائلات في إسرائيل اضطرت أن تقيم في غرف مؤمنة ضد الغارات خوفا من الغارات. باسم الحكومة الألمانية أود أن أؤكد على أن أمن إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من مفهوم مصلحة الدولة، ولذلك فنحن نؤكد على أهمية الدفاع عن النفس بالنسبة لإسرائيل، ولكن في نفس الوقت عليها أن تحترم المدنيين وأن ترد بشكل يتناسب مع الفعل. ولكن هذا لا يعني أن هناك مبرر لإطلاق الصواريخ العشوائية على الإسرائيليين من غزة على الإسرائيليين. هذه الهجمات هي غير مبررة. هذا يؤكد لنا مدى أهمية دورنا لكي نساعد في الحد من التصعيد. فزميلي العزيز سامح شكري تحدث إلينا عن الجهود التي تقوم بها مصر لدعم الهدنة، ونحن نقوم بدعم هذه الهدنة بكل ما لدينا من إمكانيات، لأن لا نريد أن نحصد المزيد من الأرواح، فكلما مات شخص ليس هناك مكاسب ولكن خسائر فقط. يجب أن يتوقف هدر الدماء الآن، فإن الأيام الماضية أكدت لنا بشكل واضح فقدان الأمل هو أصعب شيء، لأن عندما يفقد الإنسان الأمل ليس هناك أمل في مستقبل أفضل، وليس هناك للأطفال أمل في الإحساس بالأمان. لذلك يجب إعطاء آفاق مستقبلية للفلسطينيين لكي يتسنى للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء العيش في أمن وسلام. وحتى وإن اختفت مسألة حل الدولتين من الساحة، ولكن لابد التأكيد مجددا على مدى أهمية حل الدولتين، لأن يجب أن يكون هناك فرصة للطرفين للوصول إلى حل على المدى الطويل. ونحن نعرف أن هذا الطريق ليس سهلا، ولكن من خلال حل الدولتين يمكن فقط الوصول إلى حل مستدام لهذا النزاع.